Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salati, hayya ala salam, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. قد قامت السلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما درى ليلة القدر ليلة القدر من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم
Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذرون قل أرأيتم ما تدعون من الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يستجيب له يوم القيامة عن دعائهم وكانوا غافلين وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وإنا إلى نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن به واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كانوا خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إيمانه ورحمة أولئك يؤمنون به يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يعلمون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووحله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سعة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأصلي ترضي إني تبت
إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالدي أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم ربك أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فاستمتعتم بها اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناكم فيهما إنا مكناكم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله أكبر. س
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يجحدون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق طراطا مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله ويغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال بعيد. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يخلق مثلهم فلا إن الله هو الغفور الرحيم. ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا بالنهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الله والذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإنا ممن بعد فداء حتى تضع الأرض أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا فينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليها وللكافرين أمثالهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم فهل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذ جاءتهم ذكراهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى لهم فيها من كل الثمرات فسقوا منها حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم فهل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها وأنى لهم إذ جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات
والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ضالين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم كان على بينة من ربه زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم ويقول الذين كفروا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فعزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم
ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيخفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتعم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلف من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم ويسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج
حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك
يسألونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وتقولوا قولا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعض الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن كونوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غفورا رحيما يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قاف. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نزيد. رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق بعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الخروج.
إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفرة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن قدمت عليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان بعيد يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذاريات ذروا فالحاملات بقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون قوم منكرون فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون فأوجس في نفسه خيفة قلنا لا تخف إنا نحن نحيي ونميت وإلينا الوارثون يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عكيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا رحمة الله صلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله، on this blessed night of Laylatul Qadr, forgive every single one of our sins. يا الله، on this blessed night, in this blessed month, forgive every single one of our sins. Ya Allah, our major sins, our minor sins, our sins that we committed knowingly and our sins that we committed unknowingly.
the sins that we committed openly and the sins that we committed in private, Ya Allah, on this night of Laylatul Qadr, on the night of power, on this night where you show us how merciful you are, Ya Allah, forgive every single one of those sins. Ya Allah, forgive every single one of our sins. Ya Allah, forgive our sons and our daughters' sins. Ya Allah, forgive our brothers and our sisters' sins. Ya Allah, forgive our parents and our uncles and our aunties and our grandparents' sins. Ya Allah, all those from our family and our generation, Ya Allah, forgive every single one of their sins. Ya Allah, forgive the entire Muslim Ummah's sins. Ya Allah, forgive the Muslims of Keithley. Ya Allah, forgive the entire Muslim Ummah's sins. All those that have passed from our families, forgive all of those sins. And all of those that are yet to come in the future, if they are to commit any sins, Ya Allah, forgive their sins. Ya Allah, all of those from amongst us whose parents have passed away on this blessed night of Laylatul Qadr, grant them Jannatul Firdaus. Ya Allah, some of our parents would have been alive, they would have been here, they would have had asked themselves on this blessed night for their forgiveness. But Ya Allah, as we know, when a person passes away, nothing stays behind. He can't do anything, he is dead in his grave. The only three things that can work for him, that can help him, are Sadqa-i Jariya and the son that he has left behind that can make dua for him. Ya Allah, here we are his children. Ya Allah, we are his sons. We make dua that Ya Allah, forgive our parents' sins. On this blessed night, Ya Allah, make the graves of our parents a garden from the gardens of paradise. Ya Allah, fill their graves with nur. Ya Allah, Ya Allah, how dark must their graves be? Ya Allah, we just throw the mitti over when we bury them and it is so dark. Ya Allah, on this blessed night, lighten up their graves with the nur from Jannah. Ya Allah, lighten up their graves with the nur from Jannah. Ya Allah, make their graves a garden from the garden of paradise. And Ya Allah, those whose parents are still alive, Ya Allah, grant them a long and a healthy life. Ya Allah, grant them a life of siha and afia. Ya Allah, on this blessed night, we ask you to grant our parents a life that they get many, many nights like this. Ya Allah, year in, year out, they stay alive and they get to live many, many nights like this powerful night. Ya Allah, grant us all the ability and strength to value this night, to do good deeds on this night. Ya Allah, grant us all the strength and the ability to stay awake in this night and to worship you. Ya Allah, every single good deed that we are about to carry out tonight and the rest of the nights of this blessed month of Ramadan, Ya Allah, accept them. Ya Allah, make them a means of our intercession on the Day of Judgment. Ya Allah, make them a means of our entry into Jannatul Firdaus. Ya Allah, there are so many who are ill from amongst us and from our families. Ya Allah, grant them all Jannatul Firdaus. Ya Allah, grant them all Shifa. Ya Allah, grant them all a full and a swift recovery. Ya Allah, all of those who are parishan, all of those who are full of depression, all of those who are ill, and there are so many in this majma, in this gathering who may have fallen into a bad situation. Ya Allah, on this blessed night, we ask you to replace these bad days with good days. Ya Allah, take away this from our lives. Ya Allah, take away these bad times and good times from our life. Ya Allah, change our bad days into good days. Ya Allah, grant us a life of happiness. Ya Allah, grant us a life of siha and afiyah. Ya Allah, all of those who are fallen in debt, Ya Allah, grant them a means of coming out of this debt. Ya Allah, the debt that the masjid is in, the Qarz-e Hasana that the masjid owes to people, grant it a means, and Ya Allah, make the Qarz-e Hasana finish quickly. Ya Allah, make the car park project a success. Ya Allah, make the car park project a success. Ya Allah, there are so many who donate towards this masjid. Ya Allah, accept their donation. Ya Allah, shower your rahmah and your barakah and your mercy and your blessings upon all of those who have donated and who will donate in the future towards this masjid. Ya Allah, shower them and their whole families with your blessings. Ya Allah, fill their homes with happiness. Ya Allah, fill their homes with love. Ya Allah, fill their homes with muhabba and mawadda. Ya Allah, make our houses our homes. Ya Allah, make our homes comfortable for us and our hearts and our families. Ya Allah, when we go home, Ya Allah, make our hearts feel at ease.
Allah, we don't, Ya Allah, this day and age when we go home, we don't feel no peace and we don't feel no love. We just feel anger and we're not talking to our brothers and our sisters. Ya Allah, take away this hatred from our hearts. Amen. Ya Allah, clear our hearts from all of this hatred. Amen. Ya Allah, connect us back with our families. Amen. Allah, make us love our siblings and our parents. Amen. Ya Allah, who knows the dua that a brother makes for his other brother, that can be a means of his brother and his entry into Jannah. Amen. Ya Allah, make our brothers and our sisters remember us in their duas. Amen. Ya Allah, there is no harm in making dua. It doesn't matter how much pain and how much hatred you might have for a person, dua is free. Nobody charges for dua. Ya Allah, on this blessed night, we ask you to forgive every one of those that may have harmed us. And if we may have harmed anyone, then Ya Allah, put it in their hearts to forgive us. Ya Allah, on this blessed night, let us end this dua with a clean slate. Ya Allah, let us end this night with a clear heart. Ya Allah, clear our hearts from all of those black dots, all of those gunas that we may have committed. Ya Allah, forgive all of those sins. Ya Allah, accept our fasting throughout this month. Ya Allah, accept our salah throughout this month. Ya Allah, accept every single good deed that we have carried out until now throughout this month. And Ya Allah, in these remaining days, make us double our time in your worship. Ya Allah, make us increase our time in your ibadah. Ya Allah, grant us all the strength and the ability to do much more in these last few remaining days. Ya Allah, who knows, this could be our last Ramadan. Ya Allah, these moments could be our last moments to witness a Ramadan. Ya Allah, make us not waste it. Ya Allah, make us value these last moments and make us worship you throughout the time that we have left. Amen. Ya Allah, grant us all Jannatul Firdaus. Ya Allah, this life is nothing but a test. Ya Allah, make us all pass this test. Ya Allah, make us all pass this test. Ya Allah, this life is nothing but a test. There is no eternity. There is no glory in this world. There is no happiness in this world. And if there is, then it's only for a temporary time. Ya Allah, grant us all eternal bliss and glory, which is Jannatul Firdaus. Ya Allah, grant us all the eternal happiness which will be in the gardens, from the gardens of paradise. Ya Allah, grant us that paradise in which you have described in the Quran, and in that paradise that we have just read today in today's portion of the Quran, that paradise that where we will walk, the rivers of Jannah will flow beneath our feet. Ya Allah, that paradise that we have read in today's Quran, that the tree, it will take the fastest horse 40 years to go round just its shade. Ya Allah, plant one of those trees in our garden, not one but hundred and thousands. Ya Allah, grant us that house in Jannah like we have just read in today's Taraweeh, that house which stones and bricks are made from gold and silver, and that house which we have read that the cement will be from musk, and there will be pearls and rubies falling from the walls. Ya Allah, grant us many, many houses like these. Ya Allah, grant us this Jannatul Firdaus. And Ya Allah, in these last moments of Ramadan, Ya Allah, save us from the punishment of Jahannam. Ya Allah, save us from the fire of hell. Ya Allah, save us from the punishment of the grave. Ya Allah, make our grave a garden of the paradise, and don't make it a pit from hell. Ya Allah, save us from the punishment of the grave. Ya Allah, when we get asked the three questions in the grave, make us answer them questions correctly. Ya Allah, make on the day of judgment, when all our good deeds and our bad deeds are going to get placed on the scale, make our good deeds outweigh our bad deeds. Ya Allah, make us cross the Qutb Sirat, the bridge at the speed of light and sound, faster than the speed of light and sound. Ya Allah, grant us all Jannah behind our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, when we are to leave this world, make us die with Iman. Allah, make us pass away with Iman. Ya Allah, don't let us die as a non-believer. Ya Allah, make us die as a believer. Ya Allah, make us die with the kalima, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
on our tongues and our lips. Ya Allah, make us die with the kalima being recited and repeated on our tongues and our lips. Ya Allah, all the good things that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam asked for, grant us those things. And all the evil things and all the harmful things that he asked protection from, Ya Allah, protect us from all those things. Protect us from jadu. Ya Allah, protect us from black magic. Ya Allah, protect us from the evil eye and nazar. Ya Allah, protect us from committing any sins. Ya Allah, protect us from music and from zina and from drugs and from gangs and from knife crime. Ya Allah, protect our youth and our children from all of these things. Ya Allah, put the love of this beautiful religion of Islam in the heart of the teenagers and in our hearts. Ya Allah, fill our masjids with the youth. Ya Allah, fill our masjids with the youth. Ya Allah, fill our masjids with our young ones. Ya Allah, make our youth live a life according to the Sunnah and the Quran. Ya Allah, put the love of the Sunnah of the Prophet in every single one of your servants' hearts. Ya Allah, put the love of our beloved Prophet in the heart of every single servant that you have in this world. Ya Allah, there are so many orphans all over the world. There are so many Muslims who are suffering. There are so many Muslims who have become widows. Ya Allah, every single Muslim who is suffering all over the world, remove their suffering. Ya Allah, remove their suffering. If it is not written for their suffering to go, then Ya Allah, grant them the best badala in the hereafter. Ya Allah, grant them the best in return in the hereafter. Ya Allah, make this suffering easy on them. Ya Allah, the one who is oppressing them, the one who is oppressing them in whichever country they may be, Ya Allah, if guidance is written for him, then Ya Allah, guide him. But Ya Allah, if guidance is not written for him, then Ya Allah, of Jahannam. Ya Allah, those who are oppressing our Muslim brothers and sisters, grant them a place deep down in the fire of Jahannam. Ya Allah, that person who was caught in Keithley planning to make bombs and planning to bomb the masjid, Ya Allah, protect every single one of our masjids in Keithley. Ya Allah, protect every single one of our Muslims in Keithley. Ya Allah, protect every single one of us. Ya Allah, all of those that have asked me to make dua for them, Ya Allah, Ya Allah, accept every single one of their wishes. Ya Allah, whatever they wish for in their duas, grant them it. Ya Allah, all the things that they have asked for, Ya Allah, grant them it. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Thank you.